ما هو مصير التحالف الدولي في ظل حراك حكومي لسحب قوات التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة؟ بداية كنا سمعنا برغبة من الحكومة العراقية بتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل سحب قواتها من العراق، ثم خفت هذا الصوت ولم يعد هناك مطالب مباشرة لسحب القوات، وبدأ الحديث عن مفاوضات من أجل تدريب القوات العراقية وجعلها جاهزة بكافة قواها العسكرية والأمنية، طبعا تدريب من قبل القوات الأمريكية الموجودة والخبراء الأمريكيين الموجودين لجعلها جاهزة تماما قبيل انسحاب مقبل لقوات التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الآن كيف يخدم هذا الانسحاب المصلحة العراقية؟ لا أعرف الآن تحديدا، لكن بعد جهوزية القوات العراقية يمكن أن يكون الانسحاب مفيد للطرفين، ويبقى التعامل ضمن اتفاقيات تبرم بين الطرف العراقي والطرف الأمريكي من أجل تعاون مشترك عسكري وأمني مستقبلي.